الرئيس السيسي يتفقد معرض المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسختها الثانية. قوات اليونيفيل تؤكد إصرارها على البقاء في لبنان رغم الانتهاكات الإسرائيلية وتطالب بضمان سلامة موظفيها. والاحتلال لا يرفض طلبا للأونروا لإجلاء العالقين في شمال غزة، والوكالة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية. العاشرة صباحا في القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع دانا متحب. أهلا بك دانا. أهلا بك ميرفت. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي معرض المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية. استمع السيد الرئيس إلى شرح تفصيلي من القائمين على المعرض والمؤتمر. مرحبا بسيادتك يا فندم. احنا المعرض السنه دي سيادتك كنت امرت السنه اللي فاتت انه يكبر شويه، عملناه 80 شركه عرضه امام حضرتك. هو هذا هو الجزء الخاص بالمشروع القومي للتنميه البشريه، وهي ببساطه هي رحله حياه الانسان من قبل الولاده، منذ ان يكون جنينا في بطن امه الى ان يتوصل الى مرحله عمريه مختلفه. فيما يخص القضيه السكانيه او القطاع الصحي، بنحاول ان احنا معدلات الانجاب تنزل، وزي ما قلنا حضرتك في العرض معدل الانجاب الكلي وصل الى 2.5، وده اقل معدل انجاب، مستهدفين 2.1. لكن عشان يحصل كده بنحتاج نخفض الاحتياجات الغير ملباه. يعني كل سيده في اي محافظه تروح لعياده او تروح لوحده صحيه تلاقي فيه طبيبه موجوده جوه، وتلاقي فيه وسيله امنه وحديثه تقدر ان هي تستخدمها، ويكون عندنا توعيه وايضا وعي ثقافي من خلال رائدات الريفيات. لو خدنا الامور دي فقط هنقدر ان احنا نوصل ل 2.1 بيسر في خلال السنوات القليله القادمه. لكن مش بس كده في التنميه البشريه، احنا محتاجين في التعليم. احنا عندنا مشكله في الالتحاق في التعليم، سواء في عندنا تسرب من التعليم خصوصا في المرحله الاعداديه والمرحله الثانويه. مع زميلي في وزير التربيه والتعليم بنحاول نشتغل على القضاء على التسرب من التعليم، نضمن ان كل المواليد في المرحله العمريه سن المدرسه، وبنشتغل مش بس في سن 6 سنوات، بنشتغل عشان يبقى في مرحله اللي هي قبل الدراسه اللي هي من 4 سنين ل6 سنين. وده هيضطر ان احنا مع وزاره التضامن الاجتماعي ومع وزاره التربيه والتعليم علشان ما يبقاش في حد قاعد في البيت لحد سن 6 سنوات. لو ان كل ما الطفل اللي بياخد مراحل من التعليم قبل مراحل الدراسه الاساسيه، مستواه في الادراك وفي التحصيل بيبقى احسن، وده اللي احنا بنشتغل فيه. طبعا مع فكره ان يبقى عنده 10 سنين ويعرف يقرا ويكتب ويقدر يعمل عمليه حسابيه، كل دي امور بنشتغل فيها ببرامج مع وزاره التربيه والتعليم. بنتكلم مع وزاره العمل عشان تربط التعليم الفني ما بين المدارس التكنولوجيه في التربيه والتعليم والجامعات التكنولوجيه اللي سيادتك صدقت بيها، لان النهارده بنتكلم على اكثر من 12 جامعه تكنولوجيه، وعلى المنصات التعليم المهني في وزاره العمل. وزاره العمل معنيه انها تكون بتقدر تربط ما بين التعليم الفني في المراحل التعليم الاساسي، ثم التعليم الجامعي، ثم الخريج اللي هو محتاج يتاهل لسوق العمل. كمان بنشتغل على نماذج الحمايه الاجتماعيه مع وزاره التضامن الاجتماعي علشان نقدر، وسيادتك صدقت لنا على ضم فئه من تكافل وكرامه ومن اعمال التشييد والبناء الى منظومه التامين الصحي الشامل او منظومه التامين الصحي، دول حوالي 8.5 مليون، علشان نقدر نرفع من متوسط التغطيه الصحيه على مستوى الفئات الغير قادره. وطبعا انخفاض معدلات البطاله ما بين الناس. احنا عندنا بنشتغل بمعايير دوليه شايفه مصر وبتقول لنا النقاط دي لو عملتوها بيحصل تحسن في مؤشر التنميه البشريه، وده من خلال طبعا يعني مجهود مع حوالي 10 او 12 وزاره بتشتغل في نفس التوقيت. احنا عملنا طبعا بتصديق سيادتك مبادره السيد رئيس الجمهوريه للتنميه البشريه بدايه، اللي احنا اشتغلنا عليها من 17 سبتمبر منذ اطلاقها الى الان، محققه ملايين من الحالات وعلى مستوى محافظات مصر كلها. ان شاء الله نقول لسيادتك في اللقاء في المعرض الثاني. Thank you.
توجيهات مع نيج بنوطن الصناعه فعلا. احنا دلوقتي انتجنا اكتر من 100 مستحضر كان بيستورد، وفرنا من الفاتوره الاستيراديه حوالي 300 مليون دولار، كمان بنصدر من اللي فاض ب 100 مليون. احنا دلوقتي السنه دي ان شاء الله في ادويه الاورام اكتر من 76 مستحضر ان شاء الله هينزلوا السوق المصري. عاملين زي ما علي الوزير ما قال في مصنع البيولوجيكال اللي هي الادويه العاليه التقنيه اللي سعرها عالي جدا، ام 50,060، احنا ان شاء الله هننتجها وهتبقى اقل حوالي 40% من السعر. كمان كل وسائل تنظيم الاسره احنا وفرناها محليا وب 40% من السعر، فاحنا يعني بتعليمات فخامتك. تعليمات، احنا عايزين الجوده اللي تخلي الناس. والله يا فندم اعلى جوده، بصدر ل 80 دوله وهم بييجوا يراجعوا علينا واكسبت كل منتجاتنا وبتوجيهات معاليك فندم. شرفتنا فندم. الهيئة العربية للصناعة يا فندم الحقيقة بنشتغل معاها بشكل كبير، سواء بتوطين أيضا الصناعات المفاصل الصناعية بتوجيه من سيادتك إن احنا يبقى فيه زيادة في التصنيع المحلي، أو من خلال غرف العمليات الكبسولات الجاهزة، أو بعض الإجراءات بدأوا في تجميع وحدات الأشعة المختلفة باختلاف أنواعها، طبعا بخلاف المصانع السرنجات ذاتية التدمير وكثير، وعربات الإسعاف برضو بتعليمات من سيادتك هيبتدوا عشان بدل ما نستورد يبقى عندنا أكتر من مجال إن احنا نصنع بيه عربات الإسعاف. المنظمات الدولية فندم بتشتغل معانا طبعا من خلال كل الهيئات التابعة للأمم المتحدة، هم هنا واخدين الجناح علشان ممثلين لكل الجهات المعنية بالأمم المتحدة، وبنشتغل معاهم في مبادرات كتيرة جدا، سواء في برنامج أسرة أو برامج الخاصة بالتنمية تنمية الأسرة في مصر، أو البرامج الخاصة بالتدريب والتأهيل للكوادر الصحية، أو من خلال وحدات الرعاية الأساسية. يعني الحقيقة تواجدهم معنا متميز جدا من خلال كل الجهات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. شكرا. المبادرة اللي أطلقت يوم 17/9 سميناها بداية زي ما سيادتك صدقت لنا عليها. احنا عدد الخدمات المقدمة لحد دلوقتي حوالي 55 مليون خدمة، سواء من خلال خدمات للمرأة او ندوات توعوية او خدمات شبابية ورياضية او توزيع بطاقات تكافل وكرامة على مكانهم. وزارة العدل راحت معانا فتحت اماكن توثيق في كل محافظات مصر، بدل ما كان بيتحمل المواطن اعباء ان هو ينتقل الى بعض المحافظات، لكن قوافل طبية في كل مكان. ايضا الشركات الخاصة بالتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيات الصغر، خدمات صحية في كل، سواء خدمات متنقلة أو من خلال الوحدات الصحية أو من خلال أيضا المستشفيات، مواد غذائية موجودين في كل الأماكن. اشتغل معنا 9,800 سفراء، فتحنا على موقع إلكتروني، تقدم ناس دخلوا معنا من الشباب اشتغلوا لحد النهاردة محققين نجاحات كبيرة جدا. احنا بدأنا بقالنا 38 يوم وشغالين في 27 محافظة، والحقيقة في تعاون كامل من كافة زمايلي المحافظين وكافة القطاعات التنفيذية في على مستوى المحافظات. ده جناح الوزارة ستة، كنت صدقت لنا على المشروع القومي للمدينة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية كأكبر نموذج، هيتعمل إن شاء الله في مصر من حوالي 4,300 سرير في المنطقة اللي سيادتك اخترتها بنفسك في طريق العين السخنة أمام منطقة العاصمة الإدارية الجديدة، مكونة من 18 معهد طبي متكامل في كل التخصصات الطبية. سيادتك المدينة الطبية بتمثل جزء رئيسي طبعا في خطة الوزارة لتطوير الخدمات الصحية، وبتكون أو بتعتمد أساسا على تطوير السعة السريرية، عدد الأسرة اللي بتخدم المرضى، فمن خلال 18 معهد ومركز طبي ومستشفى تعليمي بتوفر 4,300 سرير، بخلاف اكشوالي منطقة للريهابليتيشن والويلنس فيها 900 سرير إضافية، وعلشان كلهم مدعومين بمناطق مراكز للأشعة والتحاليل بتحتوي أحدث الأجهزة وأحدث المعدات الطبية. أيضا بتطور الخدمات الطبية على مستوى تأهيل الأطباء والكوادر الفنية من خلال منطقة فيها جامعة وكلية تكنولوجية ومعاهد تدريب، مدعومة بمراكز أيضا للمؤتمرات ومعامل أبحاث، بتستطيع تخريج حوالي 4,000 طبيب وكادر طبي على مستوى التعليم الجامعي والدراسات العليا. أيضا المنطقة كلها لأنها تحوي حوالي 23,000 عامل بيعملوا في المستشفى وفي المعاهد
ففيها أيضا منطقة سكنية لخدمة كل هذه المنطقة، بالإضافة لمنطقة استثمارية وفندق. طبعا مركز بهذا الحجم هيبقى واحد من أكبر المراكز العلاجية والخدمات الصحية في العالم العربي، كمان هيجذب الكثير من السياحة العلاجية اللي بتتوافق مع خطة الدولة في هذا المجال. شكرا فندم. يتفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي انتظام العمل الدراسي بمدارس كرداسة، وذلك بمحافظة الجيزة. تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان دكتور خالد عبد الغفار يرافقه وزير الصحة اليوناني مستشفى العاصمة للتأمين الصحي في العاصمة الإدارية الجديدة. جاء ذلك على هامش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والذي يعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. استمع الوزيران إلى شرح تفصيلي حول الوصف الوظيفي للمستشفى ومنظومة سير العمل، حيث يعد المستشفى بمثابة نواة المدينة الطبية باعتباره أول صرح طبي تأميني في مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، ويستهدف تقديم أفضل خدمة صحية شاملة على مدار 24 ساعة، ويقع على مساحة 25 ألف متر مربع بطاقة استيعابية تبلغ 200 سرير. ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول التنمية البشرية والسكان في مصر، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي على هامش فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة. وقال الدكتور خالد عبد الغفار إن القضية السكانية قضية تؤرق فرص الاستثمار وتعيق التنمية البشرية، وهي قضية دولة وليست وزارة بعينها، موضحا أن الخطة الكاملة للدولة المصرية ستحقق نتائج كبيرة في وقت قصير إذا تم التنسيق الكامل والتكاتف بين جميع الوزارات والجهات المعنية. استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور أيمن عاشور سفير دولة أذربيجان في القاهرة من أجل بحث أفاق التعاون المشترك في مقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة. خلال اللقاء تم بحث سبل تعزيز العلاقات التعليمية والبحثية وتبادل الخبرات ما بين الدولة المصرية وأذربيجان، وتعظيم تعاون ما بين الجامعات المصرية والأذرية في مجالات العلوم والتقنية والإنسانيات. أكد وزير العمل محمد جبران أن الحكومة حريصة على صدور قانون العمل في أسرع وقت ممكن، مع الوضع في الاعتبار مناقشة المشروع الخاص به بشكل موسع بين كافة الأطراف المعنية بملفات وقضايا العمل والعمال. وقال الوزير إن سرعة إصدار هذا التشريع الهام الذي ينظم جميع علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل هو تكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن المسودة الجديدة ستعرض على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري، تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب، وذلك بالصيغة التي جرى الحوار الاجتماعي عليها. شارك دكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في الاجتماع السنوي لمجلس أمناء الجامعة الأمريكية. خلال اللقاء استعرض الوزير أهم ملامح ومحاور الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر، ومشيرا إلى قيام الدولة بالتوسع في إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي، هذا فضلا عن تأهيل المنشآت المائية والترعة.
عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعا موسعا لمتابعة موقف تنفيذ مشروع حديقة تلال الفسطاط بمحافظة القاهرة. وأكد الوزير أن مشروع حديقة تلال الفسطاط محل اهتمام ومتابعة مباشرة من الرئيس السيسي، مشددا على الالتزام بالمواعيد المحددة لانتهاء من التنفيذ وتكثيف أعداد العمالة والمعدات لدفع معدلات الإنجاز. وقد أوضح الوزير أن حديقة تلال الفسطاط تخلق متنفسا جديدا لأهل القاهرة بما يتماشى مع جهود الدولة لمواجهة تغير المناخ وحماية البيئة. أعلن المهندس شريف شربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أعلن أن الطرح الجديد لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 5 للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل سوف يشهد تغطية كل مناطق الجمهورية تقريبا سواء على مستوى المدن الجديدة أو المحافظات. أشار إلى أن وزارة الإسكان تهدف إلى منح الفرصة لأكبر قطاع ممكن من المواطنين للتقديم والحصول على وحدة سكنية، وأيضا للاستفادة من الدعم الكبير المقدم لهذه الوحدات، وهو ما يساهم في تحقيق أهداف البرنامج بتوفير السكن الملائم لكل المواطنين. التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة والوفد المرافق له. وقد تناول اللقاء مناقشة عدد من ملفات العمل المشتركة بين الجانبين، من بينها توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل فئات جديدة. كما ناقش اللقاء كذلك سبل تعزيز التعاون بين الحكومة ومنظمة العمل الدولية من خلال تبني مبادرات محلية فعالة تعزز مفهوم التضامن الاجتماعي وإيجاد فرص عمل لائقة تحقق التنمية المستدامة. أدانت مصر بأشد العبرات قصف الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أعربت عن استنكارها استمرار إسرائيل في استهداف المدنيين العزل في قطاع غزة وارتكاب المجازر بحقهم واستهداف المنشآت المدنية بما في ذلك المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس في القطاع. شددت كذلك الدولة المصرية على عدم وجود أي مبرر أخلاقي أو عسكري لهذه الحصيلة الهائلة من الخسائر ما بين صفوف المدنيين والنساء والأطفال الفلسطينيين. أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي أنه استعرض مع نظيرته الرومانية في القاهرة جهود مصر من أجل وقف إطلاق النار في غزة والتوصل لصفقة لإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين. وأكد عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك الاتفاق على أهمية منح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة. تناولنا أيضا القضية الفلسطينية واستمرار المعاناة والإجرام والعدوان المستمر على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية، وأطلعت معالي الوزيرة على كل الجهود التي قامت بها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة لمحاولة التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن، وأن هذه الجهود للأسف الشديد لم تسفر عن أي نتائج بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي وعدم جديته في التوصل لمثل هذا الاتفاق. أيضا تحدثنا عن أهمية وصول المساعدات الإنسانية، عن الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، عن انتشار مرض شلل الأطفال في شمال القطاع والعجز الدولي عن حتى مجرد تطعيم الأطفال بسبب التعنت الإسرائيلي. أكد وزير الخارجية والهجرة على ضرورة وقف التصعيد في لبنان وضرورة تطبيق بنود القرار 1701، ومعربا عن رفضه مطالبة إسرائيل لقوات يونيفيل بالانسحاب من مواقعها. شدد كذلك على رفض أي وصاية على الشعب اللبناني من الخارج.
اتفقت الرؤى بيني وبين الوزيرة الرومانية على بالتأكيد على أهمية وقف إطلاق النار في لبنان، وأنا تحدثت من جانبي عن الأهمية البالغة لتنفيذ القرار الأممي 1701 بشكل كامل، وبما يضمن نشر قوات الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني وحتى الحدود مع إسرائيل، والعمل على تمكين قوات الجيش اللبناني وأيضا تعزيزها هناك، كما أكدت من جانبي على شجبنا وإدانتنا الكاملة لكل الاعتداءات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية، قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد ليس فقط الشعب اللبناني والمدنيين اللبنانيين، ولكن أيضا ضد القوات الأممية في إطار قوات اليونيفيل الموجودة في جنوب لبنان، والتي تم نشرها بموجب قرارات من مجلس الأمن. وبالتالي نرفض تماما مطالبة إسرائيل لهذه القوات الأممية الانسحاب من مواقعها. هذه القوات تم نشرها كما ذكرت بقرار من مجلس الأمن، وبالتالي لا يمكن لأي دولة منفردة أيا كانت أن تفرض إرادتها على المجتمع الدولي وأن تطالب بانسحاب هذه القوات الأممية من مواقعها. من جانبها أكدت وزيرة خارجية رومانيا أن مصر محور رئيسي للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا، معربة عن تقدير بلادها لجهود مصر للوساطة لوقف إطلاق النار في غزة وتيسير دخول المساعدات الإنسانية. التنسيق تقوم في مصر كمحور رئيسي للأمن والسلام في الشرق الأوسط وإفريقيا. بالنسبة للعلاقات الثنائية، نحن نعمل على بناء الأمن والسلام في منطقة الجوار. إن تعزيز العلاقات الثنائية والحوار المشترك يركز على الوضع الجغرافي السياسي والسياق الاقتصادي للعلاقات. قمنا بتبادل الآراء والتفاصيل حول موضوعات كثيرة بما فيها الثنائية والتعاون القطاعي والأزمة والصراعات الإقليمية التي تؤثر على المنطقتين. وأعبر عن شواغلي بالنسبة لتصاعد الوقف، تصاعد الموقف في منطقة الشرق الأوسط، وإذن قدر جهود الذي بذلتها مصر على مستوى تيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأيضا على مستوى الوساطة والحد من التصعيد. أكد دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة على الدعم المصري الكامل للبنان الشقيق في هذا الظرف الدقيق. وخلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أدان بدر عبد العاطي انتهاكات إسرائيل للسيادة اللبنانية، ورافضا بشكل كامل المساس بسيادة لبنان وبسلامة أراضيه. استعرض المساعي الحثيثة التي تقوم بها مصر للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار والتهدئة، ومحذرا من وتيرة التصعيد التي تشهدها المنطقة، مستنكرا أيضا قيام الجيش الإسرائيلي باستهداف الجيش والمنشآت اللبنانية وكذلك قوات اليونيفيل في جنوب لبنان. قال مصدران في لبنان إن المبعوث الأمريكي الخاص أموس هوكستن سيصل بيروت اليوم الاثنين لإجراء محادثات مع مسؤولين لبنانيين حول شروط وقف إطلاق النار. وذكرت تقارير نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل قدمت للولايات المتحدة الأسبوع الماضي وثيقة تتضمن شروطها للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في لبنان، أبرزها السماح لقواتها بالانخراط في مشاركة فعالة لضمان عدم إعادة تسليح حزب الله وعدم إعادة بنيته التحتية العسكرية بالقرب من الحدود.
شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي 12 غارة على الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت وبعلبك في البقاع، هذا إلى جانب عدة غارات طالت بلدات في جنوب لبنان. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الغارات تركزت على مؤسسات وعلى جمعيات مالية ومراكز اقتصادية، ومنها غارة على فرع القرد الحسن القريب من مطار رفيق الحريري الدولي. على الرغم من الغارات العنيفة التي يشنها الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت وصولا إلى العاصمة نفسها، يحاول اللبنانيون المحافظة على وتيرة الحياة اليومية. نتابع المزيد في التقرير التالي. الحياة مستمرة، لن يرضخ لبنان ويئن تحت وطأة الغارات الإسرائيلية المتواصلة. شوارع العاصمة بيروت ما زالت تنبض بالحياة رغم أنف المحتل وعدوانه. رسالة يبعث بها اللبنانيون للمجتمع الدولي الذي يعجز عن إسكات بنادق الاحتلال. هلا كسياسيا بتحس انه الأزمة كل العالم متخوفة وما زالت. شوف ملا لهجة بيحكوا فيها، شوف لهجة الاستكبار، يعني جماعة ما شايفين حدا. للأسف 42 ألف شهيد فلسطيني، يعني ما حرك ضمير العالم. 42 ألف بيصير لها بسينة شيء بنيويورك بتقوم الدنيا وما بتقعد. الروايات التي يروج لها الاحتلال الإسرائيلي بهدف التغطية على جرائمه الدموية التي يرتكبها في الأراضي اللبنانية لم تنطل على اللبنانيون الذين أيقنوا أن هدف الاحتلال هو إلحاق الدمار والخراب بالأراضي اللبنانية، وليس فقط استهداف مواقع تابعة لحزب الله. مخطط معروف تدمير المناطق اللي هي بيعتبروا هلا بالوقت الحالي هي بيئة محافظة للمقاومة، وبدهم يدمروها وان باي وان. انه يعني امبارح عطوا هني اكسكيوز انه هني ضربوا مخزن ذخيرة، انه هلا مخزن ذخيرة تعبى من 4 ايام؟ اكيد لا. وشهد لبنان موجة نزوح جديدة نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على جنوب البلاد وصولا للعاصمة بيروت، حيث اضطر مئات الآلاف إلى مغادرة المناطق المستهدفة بالقصف، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي تعصف بالبلاد. أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفال إصرارها على البقاء في لبنان رغم كل الانتهاكات الإسرائيلية، مشيرة إلى قيام جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي بهدم برج مراقبة وسياج محيط في موقع للأمم المتحدة في منطقة مروحين. جدت يونيفال تذكيرها للجيش الإسرائيلي وكل الجهات الفاعلة بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها واحترام حرمة مبانيها في كل الأوقات. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أستن إن الجيش الأمريكي سارع إلى نشر نظامه المتقدم المضاد للصواريخ في إسرائيل، مضيفا أنه في مواقعه الآن. ورفض أستن ذكر ما إذا كان نظام ثاد جاهزا للعمل، لكنه أكد في الوقت نفسه أن واشنطن لديها القدرة على تشغيله بسرعة كبيرة. تعرض قطاع غزة فجر اليوم لسلسلة من غارات الاحتلال التي أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى وعن تدمير واسع في البنية التحتية والممتلكات المدنية. استهدف طيران الحربية الإسرائيلية منزلا في منطقة مسجد التوبة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، أدى أيضا إلى وقوع عدد من الإصابات. قصفت مدفعية الاحتلال عدة منازل في المخيم. يأتي ذلك فيما شنت طائرات الاحتلال غارة على مخيم الشاطئ في غرب مدينة غزة ومستهدفة مناطق مأهولة بالسكان، بينما شهد مخيم النصيرات وسط القطاع قصفا مدفعيا عنيفا.
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إن إسرائيل رفضت طلبا عاجلا تقدمت به الوكالة لإجلاء العالقين تحت الأنقاض في شمال قطاع غزة. وحذرت الوكالة من أن الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات تفاقم الأزمة الإنسانية والتي يشهدها شمال غزة بشكل مقلق للغاية. كما طالبت إسرائيل بالسماح للفرق الإنسانية وفرق الإنقاذ بالوصول إلى المرضى والجرحى والمحاصرين دون تأخير. منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حرص الاحتلال على خلق ظروف طاردة لسكان الشمال أدت إلى تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين. المزيد مشاهدينا عن مخطط الاحتلال للتهجير القسري نتابعه في سياق هذا العرض مع كريم الخولي. أهلا بحضرتكم. تهجير سكان قطاع غزة هدف استراتيجي للاحتلال منذ اليوم الأول للعدوان، ونية لا يخفيها قادته رغم الرفض الإقليمي والدولي لهذه الخطوة. فبقيت الأساس الذي يسعى الاحتلال لتحقيقه بشتى الطرق، مستخدما كل وسائل القتل والترويع والتدمير ضد الفلسطينيين. ومنذ الأيام الأولى للعدوان على قطاع غزة شرع الاحتلال في تنفيذ مخططه الشيطاني، معتمدا سياسة الحصار من خلال تشديده ليصبح حصارا شاملا قاطعا كل سبل الحياة من ماء وغذاء ووقود وكهرباء، فضلا عن تعمد ارتكاب المجازر والترويع. الاحتلال استهدف إيقاع أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى ونطاق واسع من الدمار لم يستثني شبرا في القطاع، فضلا عن تدمير كامل للبنية التحتية واستهداف المستشفيات والمدارس والمساجد، فضلا عن تعذيب واعتقال آلاف الفلسطينيين. في ظل هذا الفكر التزمت دولة الاحتلال سياسات تدفع باتجاه تفريغ قطاع غزة من ساكنيه، وذلك من خلال استخدام أوامر الإخلاء المتدرجة لبعض مناطق القطاع وتفريغها من السكان بما يؤول إلى تجميعهم في الجنوب. إلا أن صمود سكان القطاع يبدو أنه قد أعاق هذا المشروع خلال عام كامل. ورغم هذه الإعاقة فإن المتغيرات على الأرض شجعت الاحتلال لتنفيذ خطة التهجير، ولكن بشكل جزئي وتدريجي موجها مخططه نحو الشمال، حيث يواصل منذ أكثر من أسبوعين حصاره المشدد والخانق على شمال قطاع غزة وسط تصعيد لجرائم التطهير العرقي وارتكاب مجازر مروعة أودت بحياة مئات الفلسطينيين كمجزرة بيت لاهيا، علاوة على استهداف المستشفيات والطواقم الطبية. كما مارس الاحتلال المزيد من الترويع ضد المدنيين في الشمال، حيث حاصر مراكز الإيواء بعدد كبير من الآليات العسكرية في مشهد مرعب ومخدع النساء والأطفال للتفتيش والترهيب. كما حرص الاحتلال على خلق ظروف طاردة لسكان الشمال، فلا تزال المستشفيات محرومة من الإمدادات الطبية، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على قدرتها على تقديم الخدمات الطبية للمرضى وللمصابين، بالإضافة إلى أن الواقع الإنساني المرير الذي يعيشه الفلسطينيون في ظل حصار خانق ومنع تام لوصول المساعدات الإنسانية من طعام وغذاء بشكل كامل. هذا الواقع المرير دفع عشرات المنظمات الخيرية العالمية لدق ناقوس الخطر، مؤكدة أن شمال القطاع يتعرض للمحو بسبب المجاعة المنتشرة وإجبار المدنيين على إخلاء منازلهم، متهمة الاحتلال بتعمد منع دخول الطعام وداعية المجتمع الدولي إلى وقف هذه الفظائع وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. كما أكدت هذه المنظمات أن حدة الهجوم الذي يشنه الاحتلال على غزة تصاعد إلى مستوى مروع من الفظائع، حيث تم محو شمال غزة من على الخريطة، ومشددة على أن هذا ليس إخلاء بل هو تهجير قسري تحت نيران الأسلحة النارية. رغم
كل هذه الجرائم التي ترتكب ضدهم ما زال الفلسطينيون متشبثين بأرضهم، رافضين النزوح إلى جنوب قطاع غزة وفق أوامر جيش الاحتلال، ليكون صمود مئات الآلاف من أهل شمال القطاع دوراً محورياً في إعاقة مشروع ومخطط التهجير، ليس في الشمال وحده ولكن في كامل القطاع. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضاً موجزاً لتفاصيل مخطط الاحتلال الإسرائيلي لإخضاع سكان قطاع غزة للقبول بالتهجير سعياً لتفريغ القطاع من أهله. شكراً لكم على المتابعة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينيين من قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة بالتزامن مع اقتحام قرية دير أبو مشعل. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين شرق رام الله بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. وأضافت أن تلك القوات اقتحمت قرية دير أبو مشعل شمالا واحتجزت نحو 30 فلسطينيا من القرية. وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة يلتقي خلالها عدد من المسؤولين الأوكرانيين. أوضح لويد أوستن أن زيارته الرابعة كوزير للدفاع إلى كييف تظهر التزام الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بدعم الجانب الأوكراني. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإجراء محادثات بشأن ضبط الأسلحة النووية دون شروط مسبقة ليست سوى خدعة على حد وصفه. وأضاف لافروف أن الدعوة لمناقشة الاستقرار الاستراتيجي وضبط الأسلحة النووية دون شروط مسبقة غير الصادقة، مؤكدا أن مفاوضات ضبط الأسلحة يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والاعتراف المتبادل بضرورة تجنب الحرب. قالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات الدفاع الجوية الروسية دمرت 18 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الأخيرة. أضافت الوزارة إن 11 طائرة مسيرة أسقطت فوق أراضي منطقة روستوفا، بينما جرى إسقاط بقية الطائرات فوق مناطق بريانسك وكورس وأوريول. أصيب 12 شخصا على الأقل في ضربات روسية على خاركيف شمال شرق أوكرانيا، ما تسبب بانقطاعات الكهرباء في هذه المدينة الكبيرة. ويأتي هذا القصف في وقت تخشى فيه السلطات الأوكرانية من بدء حملة هجمات روسية جديدة على البنية التحتية المدنية للطاقة في البلاد. قال الجيش الأوكراني أنه تصدى لسلسلة من الهجمات الليلية الروسية على العاصمة الأوكرانية كييف. في وقت سابق أفاد شهود عيان بأنه تم سماع دوي انفجارات هائلة في كييف، وذلك بعد ساعات على هجوم جوي روسي على المدينة.
أظهرت نتائج مبكرة على الموقع الإلكتروني للجنة المركزية للانتخابات في مولدوفا بعد إحصاء 23% من الأصوات أن 57% من الناخبين في البلاد رفضوا في استفتاء الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بينما صوت بالموافقة نحو 42% من الناخبين. وأدلى الناخبون في مولدوفا بأصواتهم أمس الأحد في انتخابات رئاسية واستفتاء حول عضوية الاتحاد الأوروبي. دعا وزير الخارجية الكورية الجنوبية في اجتماع مع وزير الخارجية البريطانية الزائرة ديفيد دالامي إلى تعزيز التعاون الأمني الثنائي. تأتي هذه الزيارة إلى سول بعد أيام من اتهام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كوريا الشمالية بالاستعداد لإرسال 10,000 جندي لمساعدة جهود الحرب في موسكو، ما أثار مخاوف الولايات المتحدة، في حين قال رئيس حلف شمال الأطلسي مارك روتا إنه لا يوجد دليل على مشاركة بيونغانغ في هذه المرحلة في الحرب الأوكرانية. يتواصل التصويت المبكر في ولاية نيفادا ذات الأصوات الستة في المجمع الانتخابي حتى الأول من نوفمبر المقبل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. المزيد في سياق هذا التقرير. مع انطلاق الاقتراع في ولاية نيفادا الأمريكية، تكون الولايات المتأرجحة السبع قد انضمت إلى التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية، والتي سيكون يوم التصويت الرئيسي فيها هو الثلاثاء الخامس من نوفمبر، أي بعد نحو أسبوعين من الآن. وسيتواصل التصويت المبكر في نيفادا ذات الأصوات الستة في المجمع الانتخابي حتى الأول من نوفمبر. ويعتبر الأمريكيون نيفادا الواقعة وسط أقصى غرب البلاد بمثابة مؤشر أو حتى تميمة حظ للمرشحين، فمنذ عام 1912 كان جميع الرؤساء من الفائزين بولاية نيفادا عاد انتخابات عامي 2016 و1976 فقط. ويعد التصويت المبكر تقليدا معمولا به في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لتمكين من قد لا يستطيع الإدلاء بصوته في يوم الانتخابات من التصويت مبكرا عبر البريد أو بالحضور الشخصي. وتعد نتائجه مؤشرا على توجهات غالبية الناخبين، كما أنها قد تدعم حظوظ بعض المرشحين أمام الناخبين المترددين. وفي هذا الإطار احتفت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بالأرقام القياسية التي سجلها التصويت المبكر في جورجيا وكارولينا الشمالية، داعية الناخبين خلال تجمع انتخابي بمدينة ديترويت بولاية ميتشيغان للتصويت بكثافة خلال التصويت المبكر أو يوم الخامس من نوفمبر. أما في ولاية بنسلفانيا فقد ظهر المرشح الجمهوري دونالد ترامب مرتديا خوذة في مغازلة واضحة لعمال الصلب وقادة النقابات العمالية بالولاية التي لها 21 صوتا في المجمع الانتخابي. وخلال مؤتمر جماهيري اتهم ترامب منافسته بأنها تمثل خطرا على الديمقراطية في البلاد، معتبرا أن طريقة تسميتها كمرشحة عن الحزب الديمقراطي افتقدت للعدالة. أبحرت سفينتان حربيتان إحداهما أمريكية والأخرى كندية عبر مضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن البر الرئيسي للصين. أوضح الأصول الأمريكية أن هذه العملية أظهرت التزام الولايات المتحدة وكندا بمبدأ حرية الملاحة لكل الدول. يأتي ذلك بعد 6 أيام على مناورات عسكرية صينية لتطويق تايوان. جدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على اهتمام الدولة بقطاع التعليم والسعي المستمر لدعم وتعزيز دور مختلف مكونات المنظومة التعليمية، وذلك بما يسهم في تحقيق مختلف الأهداف المرجوة والوصول لتنمية بشرية وفق المستهدفات. وخلال تفقده مدرسة أمجاد للتعليم الأساسي التابعة لإدارة كرداسة التعليمية
بمحافظة الجيزة، أشار رئيس الوزراء إلى حرصه على القيام بالعديد من الزيارات الميدانية لمتابعة انتظام سير العمليات التعليمية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف التأكد من تطبيق ما تم اتخاذه من إجراءات على أرض الواقع تتعلق بالتعامل مع الزيادة في حجم الكثافات الطلابية بالفصول، وكذلك ما يتعلق بسد العجز في أعداد المعلمين، مؤكدا استمرار الجهود الخاصة بالتعامل مع مثل هذه المشكلات تحسينا لمستوى الخدمة المقدمة من خلال هذا القطاع المهم، وبما يسهم في تمكين الطلاب من الحصول على فرصة تعليمية تعظم من مخرجات التعليم. استقبل رئيس تنفيذي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة وفدا اقتصاديا رفيع المستوى من هونغ كونغ، يضم نائب هونغ كونغ في مجلس الشعب الصيني ورئيس الخدمات التجارية والمهنية بوكالة ترويج الاستثمار في هونغ كونغ، وأيضا ممثلي العديد من المؤسسات الاقتصادية الحكومية والخاصة من أجل بحث الفرص الاستثمارية في الأسواق المصرية. استعرض رئيس تنفيذي للهيئة آخر تطورات بيئة الاستثمار في مصر، ومن أهمها الرخصة الذهبية الجامعة لكل التصاريح والتي تحتاجها الشركات في مصر للتأسيس والتشغيل، ومشيرا إلى أن عددا من الشركات الصينية قد استفادت من هذه الرخصة الذهبية بالفعل وبدأت في تشغيل وضخ منتجاتها في الأسواق المصرية والخارجية، ومشيرا إلى أن الحكومة المصرية تستهدف أن تكون المصانع المصرية هي المنتج الرئيسي للعلامات التجارية الصينية في القارة الإفريقية وفي منطقة الشرق الأوسط. كلف محافظ أسوان اللواء إسماعيل كمال بقيام السكرتير العام المساعد بالمتابعة الميدانية داخل مواقف الأقاليم بمركزي كومامبو والدروة للاطمئنان على تطبيق التعريفة الجديدة التي تم إقرارها والتأكد بشأن التزام سائقي سيارات السيرفيس بتطبيقها دون أي مغالاة. وقد تفقد السكرتير المساعد مشروع موقف رؤوف والذي تم تنفيذه ضمن مبادرة الرئيس السيسي مبادرة حياة كريمة، والذي يساهم في حل مشكلة التكدس داخل مدينة كومامبو. اقتصاديا، تتجه أنظار العالم إلى مدينة كازان في روسيا لمتابعة فعاليات قمة دول بريكس التي تعقد ما بين 22 و 24 من أكتوبر الحالي. ذلك التحالف الاقتصادي القوي الذي تضاعف حجمه تقريبا في عام 2024، مما يجعله منافسا لمجموعة الدول الصناعية السبع: الولايات المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة. المزيد في هذا التقرير نتابع. يعد تحالف بريكس أحد أبرز التجمعات الاقتصادية العالمية التي تتمتع بإمكانيات هائلة للنمو والتأثير، مما جعله منافسا محتملا لمجموعة السبع التي تضم الدول الصناعية الكبرى في العالم، حيث يسعى البريكس إلى تعزيز الاستقلال المالي عن المؤسسات الغربية من خلال البنك الجديد للتنمية الذي يدعم تمويل المشروعات التنموية والبنية التحتية في الدول النامية بعيدا عن شروط المؤسسات الغربية. وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها بعض دول بريكس مثل التوترات الجيوسياسية بين الصين والهند أو الاختلافات في مستوى النمو الاقتصادي، إلا أن هذا التحالف يتمتع بمرونة كبيرة، حيث تعمل الدول الأعضاء على تطوير تعاونها في مجالات عدة بدءا من التجارة والتكنولوجيا وصولا إلى الأمن الغذائي والتغير المناخي. وشهد التجمع تطورا مهما بانضمام مصر للتجمع، حيث يعد انضمام مصر تحولا مهما لها نحو تعزيز مكانتها على الساحة الاقتصادية الدولية، خاصة أنها تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي بين آسيا وإفريقيا، مما يجعلها بوابة مهمة للتجارة والاستثمار بين الشرق والغرب. ويعزز انضمام مصر لهذا التجمع الاقتصادي الهام أيضا من الاستثمارات الأجنبية في البلاد، خاصة في قطاعات مثل الزراعة والصناعة والطاقة المتجددة،
لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وزيادة قدرتها التنافسية على مستوى عالمي، فمن خلال التنسيق الاقتصادي والسياسي والتوسع في المشاريع التنموية والتجارية يمكن أن يشكل تحالف البريكس قوة دافعة في إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي نحو تعددية أكبر في القوى الاقتصادية. ومع ذلك فإن نجاح التحالف في تحقيق هذه الطموحات يعتمد إلى حد كبير على قدرته في التغلب على التحديات المتزايدة وتوحيد جهوده في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة. استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم بعد هبوط ملحوظ الأسبوع الماضي وسط قلق إزاء الطلب في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، وتهدئة المخاوف من احتمال تعطل الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات أو ما يعادل 0.1%، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات أو 0.4%. كان خام برنت قد انخفض أكثر من 7% الأسبوع الماضي، بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط حوالي 8%، وكان ذلك هو أكبر انخفاض أسبوعي للخامين منذ 2 سبتمبر. رياضيا، تأهل الأهلي لملاقاة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات بالفوز على سيراميكا بهدفين لهدف. يدين الأهلي بالفضل في تفوقه على سيراميكا كليوباترا إلى اللاعب طاهر محمد طاهر، والذي سجل هدفا هو الأسرع في تاريخ السوبر المصري بعد 12 ثانية فقط، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الشوط الثاني في الدقيقة 54 عن طريق تسديدة صاروخية. يلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري يوم الخميس القادم. كما تأهل الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح في نصف النهائي، وتقدم بيراميدز بهدف في الدقيقة 14 للاعب إبراهيم عادل، بينما نجح الزمالك في إدراك التعادل بهدف للاعب التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة 41، لينتهي بذلك الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل ويحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح والتي انتهت بفوز الزمالك. فاز فريق ليفربول على نظيره تشيلسي بهدفين لهدف ضمن منافساته الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي. سجل الهدف الأول ليفربول اللاعب دولي محمد صلاح في الدقيقة 29، ثم سجل اللاعب كورتيس جونز الهدف الثاني في الدقيقة 51، بينما سجل هدف تشيلسي اللاعب نيكولاس جاكسون في الدقيقة 48. بهذه النتيجة تصدر فريق ليفربول ترتيب دوري ب 21 نقطة بفارق نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 14 نقطة في مركز السادس. فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره وولفرهامبتون بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وبهذا الفوز يحقق أطول مسيرة بلا هزيمة في تاريخ النادي عند 31 مباراة، ورفع رصيده عند النقطة 20، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون في مركز الأخير من الدوري بنقطة واحدة.
استعاد فريق نابولي صدارة الدوري الإيطالي بفوزه الصعب والثمين على مضيفه إمبولي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتما في إطار الجولة الثامنة من المسابقة. الفوز رفع رصيد نابولي إلى 19 نقطة ليستعيد صدارة الدوري الإيطالي وبفارق 3 نقاط على يوفنتوس صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد إمبولي عند 10 نقاط في المركز العاشر مؤقتاً. نهاية النشرة، وهذه التذكرة بأبرز ما جاء بها من عناوين. الرئيس السيسي يتفقد معرض المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثانية. قوات اليونيفيل تؤكد إصرارها على البقاء في لبنان رغم الانتهاكات الإسرائيلية وتطالب بضمان سلامة موظفيها. الاحتلال يرفض طلبا للأونروا لإجلاء العالقين في شمال غزة، والوكالة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية. ختاما مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم دائما تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. كنت معكم أنا دانا مدحت، والشكر موصول إلى زميلة ميرفت المليكي. أشكر لكم طيب المتابعة.